عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في الحلقة 35، حلقة مميزة جدا من 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين. هيا لنبدأ. كلمة اليوم alone alone alone، هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة معا. alone. get ready، اجهز. write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook، تحتاج إلى كراس وإلى قلم. a pencil. just 2 minutes، فقط دقيقتان. and say after me 5 times aloudly، كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع وباللفظ الصحيح 5 مرات لكل عبارة حتى تتقنها باللفظ الصحيح. أما الآن اضغط على زر إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. سوف يكون لدينا اختبار بسيط في نهاية هذه الحلقة خلال هذه الدقيقتين. التكرار أم المهارات، لذا من الضروري أن تكرر هذا الدرس عدة مرات، ويفضل أن يكون في الصباح وفي المساء قبل النوم عدة مرات حتى تتقن جميع العبارات والكلمات في اللفظ الصحيح وفي الكتابة أيضا. كلمة اليوم ألا وهي alone alone لديها مجموعة من المعاني، تأتي بمعنى منفرد alone منفرد alone alone منفرد أو وحيد أو فذ أو نوع شيء فريد من نوعه. alone alone alone. المثال الأول it was the work of a single individual individual it was the work of a single individual working alone and in secret. معنى هذه الجملة، لقد كان عمل فرد واحد، هذا العمل يعني كان عمل فرد واحد يعمل بمفرده وسرا. it was the work، العمل كان of a single individual، لقد كان عمل فرد واحد working alone، يعمل وحيدا بمفرده and in secret، وفي السر أو في الخفاء. working alone يعمل بمفرده and in secret. المثال الثاني he was surrounded by محاط ب، هو كان محاط ب، he was surrounded by his family and friends yet still felt alone and helpless. هو كان محاط بأسرته وأصدقائه بعائلته وأصدقائه، لكنه لا يزال يشعر بالوحدة والعجز. alone يشعر بالوحدة، felt alone يشعر بالوحدة and helpless والعجز. he was surrounded by his family and his friends yet still felt alone and helpless. أما مرادفات كلمة alone، المرادفة الأولى single مفرد، unique فريد، lonely وحيد، وexclusive أيضا وحيد. وصلنا الآن إلى هذا الاختبار البسيط. حاول الآن أن تكتب جملة مستخدما فيها كلمة alone. حاول أن تكتب جملة في كراسك مستخدم فيها كلمة alone. لا بأس أن ترجع إلى الأمثلة الموجودة وتراجعها وتفهم كيفية استخدام كلمة alone، وحاول أن تستخدمها ببساطة. بإمكانك الإجابة من عبر الفيسبوك على صفحتنا الموجودة على الفيسبوك، أو في اليوتيوب أسفل هذا الفيديو بإمكانك الإجابة أيضا، وأن تراسلنا حتى نصحح لك المساعدة في هذه العبارة. الآن انتهينا من هذا الدرس، انتظرونا في الحلقة 36 إن شاء الله قريبا. شكرا لكم على المتابعة، واستمروا بالمثابرة ولا تنسوا أن التكرار أم المهارة. شكرا لكم وإلى اللقاء.